السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. رح نبدي الآن المادة الجديدة اللي اسمها جافا سكريبت للكورس الثاني. الجافا سكريبت عندنا مقدمة أساسية عليها. الجافا سكريبت تم إصدارها من قبل نيتسكيب والمايكرو سيستم أو سان مايكرو سيستم سنة 1995. عندنا دائما نلاحظ احنا سامعين اكو كلمة جافا واكو كلمة جافا سكريبت، لازم نفرق. الجافا سكريبت هي عبارة عن مقاطع ما لها اي علاقة بالجافا اللي موجودة عندنا، هي تختلف مو نفس الشيء. الجافا سكريبت هي لغة البرمجية اللي تكون نصية، يعني انا حستخدم سكريبتينج لانجويج يعني لغات نصية، وتكون أكثر شيوعاً واستخداماً، وعلاقتها دائماً تكون متصلة بالإنترنت لأن عبارة عن تصميم صفحات. راح تعمل بجميع المتصفحات البراوزرات اللي موجودة عندنا مثل الإنترنت إكسبلورر، مثل الفايرفوكس، مثل الجوجل كروم، الأوبرا، سفاري، كلها حتكون مدعومة من خلالها. أي تطبيق، أي برنامج ينكتب بالجافا سكريبت راح يعمل بهذه البراوزرات. قبل ما ادخل بالتفاصيل مع جافا سكريبت، اريد اعرف شنو هي جافا سكريبت. الجافا سكريبت هي لغه برمجه، راح اجي اني ابرمج اصمم صفحات معينه. الها دور فعال وحيوي، قلنا مثل ما ذكرنا بصفحات الويب. الها تصاميم ووظائف خارجيه وداخليه، وتكون دائما اللغه مالتها مرنه. اقدر عن طريقها اسوي اجزاء من النماذج، اسوي نوافذ، هذه النوافذ تطلع لي output للمستخدم، تعطي تنبيهات. شلون مرات مثلا هسه انا اريد اسد الايميل، شي يقول لي؟ يقول لي اكو اقدر اسوي ساين اوت. ابسط مثال، ادي الاوفيس كتبت بالوورد، جيت اريد اقول له سيف، شايفين النافذه الصغيره اللي تطلع اللي يقول سيف، سيف از، او كانسل، او اكزيت. هذه النافذه الخارجيه انا اقدر اصممها هنا. مرات يطلب يوزر نيم وباسورد، يطلع لي نافذه صغيره يقول لي اكتب اليوزر نيم والباسورد. مثل مثلا عندنا بالتليفونات، لما اجي انا اروح على الجوجل بلاير او اروح على مثلا الايفون، اجي اريد انزل على الاب ستور، دائما شي يذكرني يطلع لي نافذه صغيره تنبيهيه يقول اكتب اليوزر نيم اللي هو الايميل مالتك، الاكونت، واكتب الباسورد. هذه نقدر احنا نصممها هذه الفورم عن طريق الجافا سكريبت. وعندنا استخدامات ثانية نقدر نطورها ونسوي الصفحات مالتنا. راح نجي هنا عندنا نقاط أساسية. النقاط الأساسية مالتي شنو هو الجافا سكريبت؟ راح أبدي نقطة نقطة أستخدمها. أول ما أبدي، What is Java Script؟ شنو هو الجافا سكريبت؟ الجافا سكريبت صممت حتى تعطيني interactivity. interactivity شنو يعني؟ يعني تفاعل. احنا استخدمنا ال HTML ككودات، لح نجي هنا أنا أريد أسوي تفاعل للكودات مع الـ HTML. مثل ما لاحظتوا إحنا واستخدمنا الـ HTML كل كوداته كانت كوداته ثابتة، عندي كودات أكتبها يطبق مباشرة، لكن ما كان عندي أي تفاعل بالنسبة إليه، كان ستاندر إحنا نسميه. الجافا سكريبت هو اللي لح يعطيني interactivity، يعطيني إضافة تفاعل لصفحات الـ HTML اللي أصممها. إذن وحدة من الأشياء اللي حتصير عندي بأنه أنا حستخدم جافا سكريبت من ضمن اللغات اللي موجودة بداخلها أو الكودات، هي كودات الـ HTML. الجافا سكريبت لح أستخدم سكريبتينج لانجويج، يعني أستخدم برمجة نصية عبارة عن سكريبتات، تبدي بسكريبت تنتهي بسكريبت، مقاطع نصية أبدي أستخدمها. لغة الجافا سكريبت دائما إحنا نسميها لايت ويت، يعني خفيفة الوزن. Programming language لغة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام. عندي هنا ملاحظة مهمة جدا، الجافا سكريبت دائما تكون، يعني احنا هنا نسميها تتضمن بصفحات ال HTML embedded، فتكون من ضمن صفحات ال HTML اللي انا حصممها. طبعا هنا ايضا الجافا سكريبت interrupted language، هي لغة بها تفسير تعطيني معاني كثيرة، تنفذ كل الأوامر اللي أنا أريدها دون أن يسوي أي تجمعات بيناتهم.
لح أجي أعطي مثال هنا. Put a JavaScript into an HTML page. أجي أريد أضمن JavaScript أخليها بداخل HTML. قبل ما أبدي بهاي التفاصيل، أنا حتى أدرج أو أضيف JavaScript بالHTML لازم أعرف JavaScript. كنا إحنا نعرف بالHTML عندي HTML open, HTML close. هذا يقول لي افتح الصفحة اغلق الصفحة حتى تصمم عندي صفحة إنترنت. هنا بما أنه هي اسمها JavaScript فإذا حستخدم script open, script close. فإذا بالداخل حيصير أدي open script مثل ما هنا مذكور, script close هاي هنا أكو بعد تاك حتى ينغلق. أجي هسه أريد أشوف إيش لح يتضمن بداخل السكريبت. حنشوف inside the script حتى أدرج السكريبت مثل ما ذكرنا بال HTML لح أضيف له type. هذا type إيش يقول لي؟ دا يقول لي بأن أنتي لح تستخدمين النص ماتش هو JavaScript. إذن الأوبن ماتش حيصير script open, التايب ماتي هو نص من لغة JavaScript, أغلق السكريبت. هذا شكو عدي بعدين language أو scripting language لح أكتبها بين الأوبن والكلوز. نرجع نأكد script open, script close, وهنا دا يحدد لي التايب أو الخصائص حتى يقول لي إياها للسكريبتينج لانجوج. عندي مصطلح مهم جدا اسمه document.write. إحنا دائما متعلمين كبرمجة عندي input أدخل بها مدخلات, عندي output مخرجات, وبالنص عندي processing. بالprocessing من ضمنها أجي أنا أريد أسوي طباعة document.write. يعني شلون مثلا دا أقول له بالسي بلس بلس print سوي لي print واكتب له بداخله شنو اللي اريده يطبع. document.write اذا هو امر command للجافا سكريبت يكتب لي output to a page, لح يعطيني المخرجات مال هذه الصفحه. شلون لح يعطيني اياها؟ لح اجي اني من خلال ما اكتب document.write انطي الامر. طبعا هذا حيكون محصور بين السكريبت الاوبن والسكريبت كلوز, واحنا اتفقنا عندي سكريبت اكتب بداخل التايب النوع اللي انا حستخدمه الكلوز مع السكريبت, واتفقنا اي شيء اريده حيكون بين السكريبت الاوبن والكلوز. document.write اجا قال لي تعالي هنا أنا عندي نص معين اريده ينطبع بالجافا سكريبت. لح يكتبه حيقول لي هنا أنا بالجافا سكريبت شنو الكوماند او النتيجه اللي تريديها لح تظهر للكود. حقول له document.write اريد تكتب لي hello world. فإذا سكريبت أوبن سكريبت كلوز اللي لح ينطبع لي فقط كلمة هلو وورد, حينفذ لي السطر وتنطبع فقط هذه الكلمة اللي موجودة بين دبل كوتيشن ده يقول عليها document.write. عندي مثال ثاني, هناك استخدمت بس جافا سكريبت. الهلو وورد ده ينطبع ككلمة اعتيادية كنص, لكن هنا اجى طاني مثال قال أنا ما أريد نص, أريد مثلا بلون أحمر يعني حضيف له فونت كولر, أريد مثلا بهيدنج بيجست هيدنج يعني H1. أجي أشوف المثال اللي موجود عندي هنا شلون حضيف له تاج مال HTML للكلمة مال هلو وورد بداخل الجافا سكريبت. document.write نفس الشغل اللي أريد أطبعه بين قوسين بين دبل كوتيشن. طبعا حتلاحظون اكو اشياء تشبه السي بلس بلس اذا نسيتها ما يتطبق, مثلا الدبل كوتيشن, الاقواس, السيمي كولوم, هاي كلها اذا نسيت اي وحده من هذني ما يتنفذ عندي السطر. كلمه هلو وورد اجي اريد اضيف لها مثلا بيجست هيدنج اللي هو الاتش 1, فحقول له اتش 1 الكلمه اغلق الاتش 1 نفس الاتش تي ام ال بالضبط. منو اللي راح يطبع لي اياها؟ document.write هو اللي راح يعطيني عمليه الطباعه لهذه. هنا انا طبع لي الهلو وورد كنص اعتيادي, لكن هنا الهلو وورد راح ينطبع ك biggest heading لان انا ضفت له h1. عندي هنا ايضا ملاحظه يقول الجافا سكريبت is a sequence of statement, اذا هي مجموعه او سلسله من العبارات اللي ينفذها منو؟ ينفذها المتصفح executed by the browser. المتصفح هو اللي حينفذ لي اياها, اذا انا اكتب له عباره المتصفح يسوي لي الاوتبوت وينفذ لي اياها. دائما نسمي جافا سكريبت case sensitive,
يعني هنا احنا نسميها لغة حساسة. ليش حساسة؟ مثل ما ذكرت قبل شوية، نسيت السيمي كولوم ما تنفذ، نسيت الدبل كوتيشن ما تنفذ، نسيت الدوت ما تنفذ. مو مثل ال HTML، ال HTML مرات كنت مثلا انسى الاوبن انسى الكلوز، يقدر اكو براوزرات يعدل عليه. لكن ال HTML انا اكتبها بتاقات معينة واستخدمها، لكن الجافا سكريبت هي تكون حساسة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأحرف والسكريبتات اللي حكتبها. دائما انتبه اذا انا اريد اكتب كابتل لتر او سمول لتر، لو كله كابتل لو كله سمول ما يشتغل عندي. اقدر اسوي له كرييت، اقدر استخدم variables، كرييت اخلق فشي جديد، variables متغيرات جديدة، objectives استخدمها، functions. دائما عندي تذكرون احنا بالvariables شو نقول؟ نقول x small لما اكتبه مو نفسه هو x capital. نان نفس الشيء بالجافا سكريبت، فلذلك هي لغة حساسة تحتاج الى الدقة، تحتاج الى الانتباه. وراها عندنا جافا سكريبت statement. بالستيتمنت ايش حستخدم؟ اجي اشوف الحالات اللي حستخدمها بالستيتمنت. الستيتمنت مالتي هي راح تعطيني اوامر معينه ينفذ لي اياها البراوزر. The purpose of the command، الغرض من هذا الامر انه اني اجي اقول له للمتصفح للبراوزر شنو اللي تسوي لي اياه. ليش؟ لان احنا اتفقنا قبل شويه هي sequence of JavaScript statement، هي عبارة عن مجموعة من السلسلة أو العبارات المتسلسلة. أنا أجي أعطي عبارات متسلسلة، أخبر البراوزر أقول له سوي لي هيجي. كل عبارة متسلسلة راح ينفذ لي إياها executed، تنفذ عن طريق البراوزر وتكون بالتسلسل اللي أنا كتبته. شلون اكتب للنقاط بالتسلسل؟ راح ينفذ لي اياها بالتسلسل. نجي نشوف هنا مثال بسيط على هذا الموضوع. مثل ما اتفقنا دائما سكريبت اوبن سكريبت كلوز، اكتب للتايب انه انا عندي نص جافا سكريبت. احنا اتفقنا كل دوكيومنت دوت رايت يعطيني طباعه، كم نص راح ينطبع عندي هنا؟ راح تنطبع 3 نصوص، كل وحده تختلف عن الثانيه بشيء معين. راح ينطبع النصوص وتجيني بصورة متسلسلة، لأن أنا خبرت البراوزر بأن يعطينيها بصورة متسلسلة. الصورة المتسلسلة شلون حصير؟ لاحظوا هنا أنا دخلت تاقات ال HTML، ما أريد نص اعتيادي، أريد أضيف له تاقات لل HTML. This is a heading، لح يطبع لي هذا النص، لكن يخلي لي مو نص اعتيادي BH1 اللي هو ال biggest heading، أكبر حجم بالheading. هنا أنا أريد أطبع كباراجراف، كود الباراجراف نعرفه بي اوبن بي كلوز، طبع لي اياه كنص اعتيادي كباراجراف. النقطه الثالثه ايضا عندي باراجراف اريد اطبعه، طبع لي البي اوبن بي كلوز وطبع لي هذا النص كباراجراف اعتيادي. غلقت السكريبت، اذا انطبعت عندي ذني لثلاث اسطر لثلاثه، وبعدين حنطبقها بصوره عمليه. اخر موضوع حتطرق لليوم هو الجافا سكريبت بلوك. بلوك شنو يعني؟ البلوكس هو تجمعات، اجي انا اريد احصر هالهاي الكلمات اسويها بتجمعات معينه. هذا هو الاوبن مال البلوك، هذا هو الكلوز مال البلوك، هي اللي هي علامه المجموعه او الاقواس اللي موجوده عندي. اقدر اجمعهن بمجموعات حتى افصل مجموعه عن مجموعه ثانيه. راح تبدي لي هاي احنا نسميه البلوكس اللي هو القوس الايسر، بعدين اجي على القوس الايمن ويكون النصوص اللي أريد أطبعها محصورات بيناتهم. إذا نفرق هذا عن اللي فوق بأنه هذا هي نصوص اعتيادية لح تنطبع، هنا أنا ضفت لي بلوكس لكن يضاف بعد السكريبت ويغلق قبل السكريبت، فهذا يمثل لي بلوك. كم نص أريد أطبع؟ أيضا 3 نصوص أريد أطبعها، ضفت بداخلها كودات لل HTML لح تنطبع لي النص الأول هو biggest heading، النص الثاني هو باراجراف اعتيادي، النص الثالث هو باراجراف اعتيادي. اذا اليوم اخذنا للجافا سكريبت فاريبلز، وان شاء الله اريد تراجعوه حتى نبدي اي سؤال نناقشه بالمحاضره. شكرا لكم.